مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس انا ماليش في الكوره خالص، وثقافتي الكرويه شبه منعدمه، وده سبب لي احراج كتير خصوصا مع شعب معظم كلامه عن الكوره. اكتر موقف محرج حصل لي لما كنت بتفرج على ماتش للاهلي مع فريق تاني مع اصحابي على القهوه. الماتش سخن والناس ابتدت تعدل على اللعيبه والمدربين والحكام، فانا قلت بقى اقول اي حاجه علشان اتخلى عن منظر كيس الجوافه اللي انا عايشه ده. فعليت صوتي وقلت يا جماعه، هو الحضري مش باين واقف في الجون ليه؟ مش لو كان واقف في الجون كان ربنا نصفنا؟ هنا الناس بصت لي والشرر بيطق من عينيها وابتدوا يجزوا على اسنانهم. اللي عرفته فيما بعد ان كان في مشاكل بسببها الحضري ساب النادي، وانا ما قدرتش افهم المشاكل دي قوي، والحمد لله ان اصحابي سحبوني من القهوه قبل ما تبقى مجزره. عمري ما فهمت كره القدم، اللعبه دي غريبه جدا، بتوحد العالم كله وتاثر فيه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، من صفاره البدايه لصفاره النهايه لا صوت يعلو فوق صوت الماتش. علشان كده هنرجع بالزمن النهارده ونعرف اصل حكايه كرة القدم. ادي الريموت معانا اهو، تعالوا نرجع الشريط من الاول ونعرف بدأت منين حكاية كرة القدم بالظبط. قبل 6000 سنة كان في طقس ديني غريب بتمارسه حضارة الأزتك اللي سكنت الأمريكتين زمان. ملعب واقف فيه فريقين وبينهم كورة من الحجر، وهدف كل فريق انه يحط الكورة في حفرة الفريق الخصم، وكانت روحهم رياضية قوي. الفريق الخسران يجيبوا القائد بتاعه يذبحوه ويقدموه كقربان للآلهة، يعني كانت شارة الكابتن لعنة مش حاجة كويسة. الكورة هنا كانت رمز للشمس، وقائد الفريق بيتذبح لأن فريقه ما قدرش يحافظ على الشمس من الوقوع في الحفرة، فبيتذبح ويتقدم كاعتذار للآلهة كده. تخيلوا بقى ماتش بيتلعب بكورة من الحجر والفريق الخسران بيتذبح، شكل الماتش ده بيبقى عامل إزاي؟ نسيب الأزتك ونروح لمصر القديمة، وتحديداً سنة 460 قبل الميلاد. المؤرخ المشهور هيرودوت كان ماشي على الكورنيش مع قرطاس ترمس بيأزأز فيه، وباصص على النيل وهو بيفكر مصر هبة النيل. السلام، ده أنا عليا جمل، هتبيع الجملة دي والله هتبيع. بص على الناحية التانية لقى مجموعة من الأطفال بيرسموا على الأرض خطوط بالطول والعرض لحد ما عملوا شكل مربع، ووقفوا جواه وبدأوا يرموا ويحدفوا لبعض كورة من القش. اللعبة دي عجبت هيرودوت جدا لدرجة إنه سجلها في مذكراته. خليكوا فاكرين مذكراته دي هنحتاجها قدام بس كمان شوية. في الصين سنة 300 قبل الميلاد كان في لعبة اسمها كوجو، فريقين بيقفوا قدام بعض في ملعب مربع بينهم كورة جلد محشية ريش ويقعدوا يشطوها قدام بعض. اليابانيين خدوا منهم نفس اللعبة وسموها كيماري. نسيب بقى كوجو وكيماري وتعالوا نرجع لمذكرات هيرودوت. احنا قلنا هيرودوت ده ايه؟ اغريقي. فجأة ظهرت في بلاد اليونان لعبة كلكم هتشبهوا عليها، ملعب مستطيل في طرف كل ملعب سلة من الخوص، وقدام كل سلة فريق وبينهم كورة جلد. هدف كل فريق انه يسدد الكورة في سلة الفريق التاني. طبعا كلكم قلتوا ايه ده، دي لعبة الكورة اللي احنا بنلعبها دلوقتي. صح، لكن بتسألوا ازاي الكورة سابت اليونان ولفت العالم كله؟ انا اقول لكم، الرومان خدوا اللعبة دي من الإغريق زي ما خدوا حاجات تانية كتير، والرومان حبوها جدا لدرجة ان تقريبا مفيش روماني واحد ما لعبهاش. الإمبراطورية الرومانية كانت منتشرة جدا، علشان كده اللعبة سافرت لمستعمرة اسمها بريتانيكا، دي اللي بقت فيما بعد بريطانيا. تعالوا بقى نقدم الشريط شوية ونشوف ايه اللي حصل. ايه ده؟ يا لهوي، ولا الكاميرا دي عقده، حاسب يلا ايه يا طيب. ما تخافوش، ده دي مش حرب، ده هنا اسم الله على مقامكم كده بس بيلعبوا كوره. احنا في القرن ال 12 الميلادي، وزي ما انتم شايفين الشعب الانجليزي مهووس بالكوره، بيلعبوها في كل حته، بس دي مش زي الكوره اللي احنا بنعرفها، دي ملهاش قواعد خالص، يعني ممكن حد ياخد اهل حتته كلهم وينزل بيهم الملعب، المدافعين ماسكين شوم واللي يقرب من الجون يضربوه، مفيش ملعب محدد، دي كانت بتتلعب كده في الشارع بتطلق، والمحلات تتكسر والشوارع تتقفل.
سامعين الصوت ده؟ ده مش الحكم، ده بوليس، سفارات البوليس، وجايين يلموا العيال دي كلها، وشوية وهيطلعوا قانون يجرم لعب الكورة في بريطانيا كلها. فأنا بقول نجري بقى من هنا قبل ما نتعكش. بعد 5 قرون الحكومة قررت إنها ترجع لعب الكورة تاني، بس فين؟ في المدارس الداخلية بس، وتحت رقابة شديدة. في المدارس الداخلية دي ابتدت تتعمل نوادي لكرة القدم، والنوادي دي كبرت وحبت إنها تلاعب بعضها. عندك إحنا هنرجع نفس الهلهاء اللي كان بيحصل زمان ولا إيه؟ لا، علشان كده في قاعدة مهمة حصلت في جامعة كامبريدج سنة 1848. في القاعدة دي اتحطت أول قواعد لكرة القدم. محدش يمسك الكرة بإيده يا جدعان، لو زميلك قطع منك الكرة بلاش تمسكه تضربه. هم 11 لاعب في كل فريق، والكرة لازم حجمها يبقى محدد ما يتغيرش. القواعد دي قعدت تزيد سنة بعد سنة لحد سنة 1863 اللي اتعمل فيها أول اتحاد رسمي لكرة القدم في لندن، ومسكوا القواعد طبعوها في كتاب ووزعوها على النوادي، والنوادي دي بدأت تلعب مع بعض مباريات يحضرها العامة والخاصة، وكرة القدم رجعت تاني للشارع بس بقواعد النوادي لحد سنة 1888. السنة دي اتلعب فيها أول دوري رسمي لكرة القدم. لعب في الدوري ده 12 نادي، أهمهم نادي شيفيلد ونادي نوتس كاونتي، والنوادي دي لسه موجودة لحد دلوقتي. المباريات كانت تذاكرها مدفوعة، وحضر المطوشة 30,000 متفرج. هنا بدأت كرة القدم تاخد شكلها الاحترافي، والنوادي يشتروا لعيبة من بعض، يسافروا أوروبا ينقوا عيال صحتهم حلوة كده يضربوهم ويضموهم للنادي، وأوروبا عرفت اللعبة وابتدت تنتشر فيها. ده حتى الستات في نفس السنة دي ظهرت كرة القدم النسائية. سنة 1904 الاتحاد اللي كان في لندن بس بقى اتحاد عالمي اسمه الفيفا، وكان بينظم المباريات. وسنة 1930 اتنظمت أول بطولة لكأس العالم في أوروغواي. نسيب بقى الهليلة دي وتعالوا نرجع لمصر أم الدنيا. مصر خدت لعبة كرة القدم بشكلها الحالي من الاحتلال البريطاني، ومن أقدم النوادي اللي اتعملت في مصر نادي الجزيرة، نادي سبورتينج، نادي السكة الحديد، والنادي الأهلي، ونادي الزمالك. وعلى فكرة مصر من أول الدول العربية والإفريقية اللي شاركت في بطولة كأس العالم إيطاليا 1934. في علماء مصريات بيقولوا إن إحنا أساس كرة القدم عشان هيرودوت شافها هنا وعجبته وممكن يكون نحاتها يعني ونقلها لليونان، وإن في مقابر أطفال تم اكتشافها لقوا فيها كور من القش موجودة جنب الجثث المحنطة، والمقابر دي أقدم من ظهور اللعبة في اليونان نفسها. يعني إحنا ممكن نكون أصل حكاية كرة القدم في العالم كله، بس مش راضين نوريكم مستوانا الحقيقي وسايبينكم تاكلوا عيش. ودي كانت أصل حكاية كرة القدم، اللعبة اللي اتلعبت في العالم كله قبل ما يعرفوا يعني إيه حضارة أصلاً، وده علشان غريزة البني أدمين إنهم يشوطوا أي حاجة بتيجي في رجلهم، زلط، كان حاجة ساعة، مش فارقة. المهم شوفوا لكم أي ماتش كده اتفرجوا عليه، وأنا هشوف الريموت ده هيوديني على فين، ونتقابل في حلقة جديدة من أصل الحكاية. سلام.